نتكلم على ماتش الذهاب واللي حصل هنا في القاهره، نشوف قد ايه ريني فايلر. احنا عايزين اول نعمل مقارنه مهمه جدا جدا يا محمد، نشوف ارقام سان داونز معانا في ماتش 5-0 تمام، وارقامه معانا في ماتش 2-0. دي كبدايه كده قبل ما نروح. طبعا احنا النهارده هنقدم وجبه تحليليه بالصور عشان برضه تبقى الناس معانا في الشكل، مش بس احنا بنقول ارقام. فهدي رقم بسيط جدا، تمام، ماتش 5-0 اكتر لاعب في سان داونز احنا كنا بنتكلم عليه وقلنا هو رمانة ميزان والعمود الفقري الباك بون بتاع الفريق، هو كيكانا اكتر لاعب مع الفرقه دي بيستلم الكوره من خط الدفاع. واحنا اتفقنا ان طريقه موسيماني بيبدا من عند اونيانجو زي وادي دجله، بتبدا البيلدنج اب بتاعك من عند الحارس، واكتر التيم بيمسكوا الكوره المساكين، بس كل ده استحواذ سلبي مش مهم، مش المهم اللاعب اللي بياخد الكوره وينقلها للهجمه. برافو عليك. فماتش 5-0 تعال نبص كده على رقم بسيط، تمام. كيكانا في ماتش 5-0 استلم الكوره في وسط ملعب المباراه وقدام ضغط النادي الاهلي والثلاث لعيبه لعبنا بيهم في وسط الملعب وكل شيء احنا عملناه، استلم الكوره كم مره؟ 79 مره في ماتش 5-0 استلم الكوره 79 مره، طبعا ده رقم خزعبلي جدا أكيد. ماشي، طيب في ماتش 2-0 كيكانا كان بيلعب متواجد رقم 8 كابتن الفريق، تمام، هو كابتن الفريق والراجل قاعد في المؤتمر الصحفي وكل الناس مركزه معاه. كيكانا استلم الكوره كم مره في ماتش 2-0؟ تخيلك ادي رقم مثلا، ممكن مثلا حوالي 35 مثلا او 30. كيكانا استلم الكوره 20 مره. 20 مره، 20 مره. ال 35 الرقم اللي انت توقعته ده، انا قلت النص على الاقل مثلا، اكتر لاعب في فريق سان داونز وهو زواني اللي طبعا لعب في المباراه دي مش وينجر، لعب في خط الوسط وكان موسيماني منزله شويه عشان يحاول يخليه بلاي ميكر وساب فالكازي ويسيرينو هم اللي واخدين الشق الهجومي قدام، ما لحقش اصلا هو يستلم ال 35 مره الرقم اللي انت توقعته ده. زواني استلم الكوره في المباراه كلها 31 مره، فده يبين لك ان بالظبط ريني فايلر اشتغل ان خط وسط سان داونز ما يستلمش الكوره خالص بأريحية، ده ممنوع. أي فكرة لبناء الهجمة ممنوع، ممنوع، ممنوع تماما ان انت تفكر انك تنزل وسط الملعب وتستلم الكورة، ده مش هيحصل. واذا حاولت تعملها في اول 10 دقايق او 5 دقايق هيتعمل عليك بريشر كبير جدا عشان اجبرك تلعب اللعبة اللي انا عايزها. ايه هي بقى؟ الكرة الطولية، وده اللي لعبوا عليه في الشوط الثاني، وهم لعبوا عليه يعني حتى شفنا الشوط الاول بيتسو موسيماني لعب عليها في فاولات، الفاولات كان بيحاول ان هو يحط فالكازي ما بين ياسر ابراهيم ومحمود متولي ويسرقهم بفضل السرعه. طبعا هم طبعا لعيبه مميزه جدا في السرعه، بصراحه احنا ما نقدرش ننافسهم في السرعه، اللعيبه كلها حتى نشوف كلهم في خط الامام قصيرين بنفس الطول وده بيخليهم حتى منسجمين مع بعض. فخلي برضه اقول لك الرقم بقى اللي احنا ايه اجبرنا سان داونز عليه انه يلعب الكرات الطوليه في المباراه الواحده، وبتتكلم على فريق بيلعب اصلا كوره على الارض. فتخيل كده مثلا سان داونز لعب كام كره طوليه؟ 62 كره طوليه في المباراه. الفريق ده في ال 5-0 لعب كام كره طوليه؟ 45. فده يوريك قد ايه ريني فايلر تحكم في مجريات المباراه 90 دقيقه. فقط بس كان عندنا مشكله واحده في الشوط الاول، وهي دي اللي ممكن يعني تاخدنا ونروح بيها للصور اللي معانا. طيب، عشان نشرح للساده المشاهدين قبل ما ابدا بالصور. طيب، انت ركزت في نقاط مهمه جدا. نعم، لان انت بتتكلم على فرقه، مش هتكلم على نتيجه الموسم الماضي. نعم، لا، انت بتتكلم على فريق من اول البطوله لغايه مباراه الاهلي في الكوارتر فاينل. نعم، انت افسدت لها كل الارقام وكل التكتيك اللي كانت بتبنيه طول البطوله في مباراه استاد القاهره. لو تفتكر الخميس اللي فات لما انت كنا بنتكلم على ماتش سان داونز والوداد ودوسابر، وساعتها انت قلت لي بص يا كريم اوكي ماشي الناس بيلعبوا كره حلوه، بس دوسابر راح جنوب افريقيا وهو يعني كان شايل 5 أو 6 لعيبه ايا كان، بس في الاخر سان داونز بيلعب التيكي تاكا بتاعته. ببساطه كده ما اقول للساده المشاهدين، نتخيل كده مثلا وادي دجله مع تاكيس ما شفناه خلال سنتين مثلا بيلعب الكره دي، وفجاه جيت وريتك ماتش الوادي دجله مع تاكيس جونياس قبل ما يمشي والفريق بيلعب 62 كره طوليه، فانت هتقول ايه ده مستحيل مدير فني يغير التكتيك بتاعه مره واحده. في ماتش الوداد سان داونز برضو ما عملش هذا الكم
من الكرات الطوليه، هو سواء كان هو اوريدي مختارها في بعض الحالات. يعني اكيد طبعا موسيماني عارف ان النادي الاهلي وسط ملعبه اتغير، وجود لاعب زي اليو ديانج مدي الفريق ورك ريت مختلف تماما، ومدي الفريق حيويه مختلفه، وبالتالي هيجي يقول للعيبه بتاعته اوكي بصوا يا جماعه احنا اكيد هنعتمد على بعض الكرات الطوليه لكن مش كل الوقت، لان لو اعتمدت عليها كل الوقت، لو انا كمدير فني قاعد في اوضه اللبس مع اللعيبه بقول لهم يا جماعه بصوا احنا كل ال 90 دقيقه هنلعب كرات طوليه، اللعيبه نفسها تفقد الثقه فيا، دي حاجه طبيعيه جدا. فبالتالي لا، هو في جزء هو اعتمد عليه في الفاولات وفي الكرات اللي كان بيعمل فيها بيلدنج اب من ورا، لكن ضغط النادي الاهلي واسلوب ريني فايلر في تقليب المساحات اجبره انه يلعب كم هائل من الكرات الطوليه. يعني 62 كره طوليه دول مثلا لما نيجي مثلا نقول تخيل نسبه الكرات الناجحه منها او النسبه الناجحه ب 62 كام في الميه؟ 20%، ده اقل من 40%. خمس الكرات دي، خمس الكرات دي هو نجح فيها. يعني ايه نجح؟ يعني الكره طلعت استلمها. برافو عليك، لكن ما راحش بقى للجون او عمل بقى هجمه واعده مثلا. سان داونز خلال المباراه كلها ملوش غير فرصتين اللي اتلعبوا في الدقيقه الاولى في الثغره اللي كانت عندنا في بدايه المباراه، واتلعب بسرعه وبصراحه هو فاجئنا بيها، كانت لطيفه في الملعب وخدت حميه المباراه وبدات حتى تشوف في كوره ياسر ابراهيم لما اتلعبت اللي هو طلعها كوردر لو نفتكر. برافو عليك، وهو قعد فيها شويه على الارض عمل تاكلينج فظيع بصراحه. بس كنت انت بدات تفهم التركايه اللي موسيماني بيعملها في الهجوم، هو بصراحه عمل تركايه في الهجوم وعمل تركايه في الدفاع، هوريها لكم في الصور.